انا بس كابتن فاروق عشان انا مصر اقف عند النقطه دي، معلش لو اتفضل. تسمح لي. احنا بنتكلم على فرقه بروكسي مع كل الاحترام والتقدير ليها، مركز سابع في الدوري الممتاز به، دوري القسم الثاني. طب ما هي دي بيلعب المفاجاه نادي النهارده، الزمالك، دي يعني المفاجاه. اعتقد ما اعرفش هتتفق معايا ولا لا، نادي الزمالك لو بيلعب بالصف الثالث على الورق المفروض ان هو يكسب. ايوه طب بالصف يقدم اداء الثالث جيد، بس يقفوا صح يقدم اداء بعيد جيد. لكن احنا التشكيل النهارده عشان بس بالظبط. ما هو التشكيل مش مختلفين يا جيمي، بس في الاخر مش عايزين كلامنا يوحي للناس ان اللي بيلعبوا دول مثلا لعيبه ناشئين، لا ده دول صفقات جديده، لعيبه دوليين اللي عندنا اللي موجودين الزمالك. في الزمالك لا، انا ما اتكلمش، انا بتكلم على خط دفاع الزمالك. خط دفاع الزمالك يعني في حمزه موجود لعيب كويس، بس احنا كان عندنا مشكله مين نيمار اللي بيلعب بكريت ولا حمزه، دي كانت مشكله. بتلعب السردباكين، السردباكين اللي بيلعبوا اسامه وشبانه وشبانه، الاثنين مش عارفين يقفوا، الاثنين متلخبطين وعاملين مشكله. سكر لسه صغير رغم ان لازم كانوا يساعدوه يعني، فهو اتورط في الهدف الاولاني، ولكن عوضه بصراحه جول عالمي يعني. طب يعني هو ده هيبقى لعيب في المستقبل كويس، لكن برضك لما بتيجي تجيب اللعيبه وتتكلم على اللعيبه وتضم لعيبه جديده تطور لك الاداء، ولعيبه انت تعتمد عليها ويحققوا لك اللي انت عايزه، بتجيب لعيبه على نفس مستوى اللي انت كنت ماشي بيه او افضل من اللعيبه. انت جايب اللعيبه، في لعيبه موجوده مش عايزه تلعب يعني بالورقه والقلم. انا طبعا انا بتكلم، انا كزملكاوي بتكلم بالورقه والقلم، في لعيبه موجوده مش عايزه تلعب، ما فيش لعيب يقعد يتحضر. زي مين يا كابتن فاروق؟ يعني بتكلم على عمر جابر، بتكلم على طبعا عبد الشافي، خلاص يعني الراجل اعلن الاعتزال وده ليه الشكر والاحترام كله. عمر ما بيلعبش، كل شويه احنا مصابين. الزناري ما بيلعبش، السيسي عمرو السيسي ما بيلعبش، مين تاني في اللعيبه؟ عبد الله جمعه ما بيلعبش. قصدك على الغيابات النهارده كده؟ غيابات، انا ما فيش حاجه اسمها غيابات. الغيابات ده لازم تبقى انت مصاب فعلا، لكن غير كده ما ينفعش ان انا يبقى عندي لعيبه بتقعد بالسبع ثمان ماتشات ما تلعبش، وبعدين حتى تتمرن تخش التمرين الجماعي في اربع خمس ايام وعايزين يبقوا اساسي في الفرقه. مستحيل الكلام ده يحصل يعني، مستحيل. الراجل المدرب مهما كان، انا برضك يعني من غير عتاب على المدرب، او التشكيل اللي لعب بيه النهارده ما ينفعش.